اسمي سي رحمون عمر دي 38 سنه وقعت لي هذه الحادثه في 2014 نهار 22 شهر واحد كما كتشوفوا انا محب فريق رجاء البيضاوي وكنا كنتبعها في المباريات ودابا الحمد لله باقي كنتبعوها وما كنحبوا هذاك الشيء علاش هي اللي كتفاجئ لينا حادثه تقاطع حتى طيب الليل ضربتني فراني عليا واحد الطاكسي جاي واحد الطونوبيلة من اللور مجاهدة درب بزاف ضرب الطاكسي الطاكسي هو يضربني ثبت لي في الشارع النصفي و تالت لي السنسول ديالي خمسة تلورسات شي عنقي و رجليا خماجو ليا و قطعوهم ليا الحمد لله كان مع التليفون مع الأصدقاء فيسبوك في راه جاويين كندوزو معاهم النهار و اللهم و الحمد والو ما عندي لا مدخول لا كانوا خرجوا لا لاسورانس واحد القدر ديال المال صافي فاش كندير العمليات وتقاد ليا كلشي داكشي علاش رغبت شوف تي في تجي عندنا المنزل دير معايا هذا دي الفيديو هذا مشيت للعماله مشيت الجماعة ديال عين السوق باش يعطوني شي حاجه ديال المبادره الوطنيه اللي خرج سيدنا والو هاد الناس ما علينا والأسباق نحن والاسباقيه لينا حنا لذوي الاحتياجات الخاصه وهاد الناس راه ما عليا كنطلب من المحسنين وفريق رجاء البيضاوي يتعاونوا معنا نفسي. سي مشروع فغيوا نديرو باش نتوكلو على ريوثنا باش نسرو لي كوش والدواء نعيش ريوثنا تنموت واحد الخالة ديالي اللي كتجيب لي الحفاضات واحد الناس هما الله الله يجازيهم بخير هما اللي معاونين في الحفاضات اما كون ما كانوش كون راه مشكله كبيره عندي ما كاينش شي عاون دار كاينه الواليده مسكينه اللي كتسد واحد 1000 درهم في, في الشهر ما كتكفينا حتى شي حاجه كنت كنخدم مع بريكولات كل مره فاش كنخدم جيب كنجيب نهاري الحمد لله كنخدم حارس سيارات كنجيب 100 درهم في النهار ما دابا ما كنجيب حتى درهم في النهار والحمد لله ربي ونشكرو دابا يلا كدرت واحد العمليات السيمانه اللي فاتت ولكن يلا الطبيب فتا. كان فتح كان غيفتح لي الساعه ما فتحش ليه حيد ليا الميكروب من الكلوه وقال لي تدوز 15 يوم عاد عندي دابا من هنا 15 يوم عاد رجع عندهم ان شاء الله بس يفتح لي على الكلوه الاخرى كنت و كنتمنى شي مساعدات لا كانت من عند الله ومن عند المحسنين العمليه ديال النبوله والكلوه الاولى درتهم شي 5 مليون و 26 الف ريال هي اللي يلي كانت عندي في البنك جبتها وعافرت وكذا و باش عطيتها دابا هاد العمليه الثانيه عاوتاني عطيته 140 الف ريال وحيد لي منها الكيح وقال لي من بعد عاوتاني قال لي ديال 15 يوم ما عرفتش شحال يقول لي ديال القدر ديال المال عاوتاني اللي غادي ندفع والدوايات راه الخوت اللي كيتعاونوا وسينات كيشريو ليا الدواء وصافي والحمد لله كما كتشوفوا انا عز الحركه كنبقى بحال هكا النار كله ما كنضل جنب لا على الجنب اليمين لا على اليسار كناكل هكا كنشرب هكا كنقضي حاجتي هكا الحمد لله على كل حال اللي بغى ربي اللي غتكون ان شاء الله